يشارك الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في فعاليات التمرين الأمني المشترك حارس الذي ينفذه الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة تدريب الحرس الملكي السعودي بالرياض. نعم، وذلك ضمن إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين ورئاسة الحرس الملكي السعودي، وبإشراف مباشر من سمو الفريق الركن شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، ومعالي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري رئيس الحرس الملكي السعودي. ويهدف التمرين إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية والأمنية بين البلدين الشقيقين، ورفع كفاءة المشاركين في مهام أمن وحماية الشخصيات والأسلحة والرماية والعمليات الخاصة. الجدير بالذكر أن التمرين المشترك حارس هو الأول من نوعه بين القطاعين، ويأتي كتأكيد على أن العلاقات الثنائية بين الأشقاء في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تعد نموذجا وتعكس واقعا لوحدة المصير المشترك، وترتكز على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد وتوارثها عنهم الأباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير. وستظل مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قلبا وقالبا، كل منهما عضد للآخر وسند لبعضهما بعض.